خلينا نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس والمرور في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير عليك يا لمياء. قولي لنا يا لمياء، ازاي بتخرجي من المواقف الصعبه؟ ازاي بخرج من المواقف الصعبه؟ بعد ما بتحسي، يعني بعد ما تتعرضي لموقف قاسي قوي، ان انت فقدتي الثقه في حد او خان الامانه ولقيتيه شخص مختلف تاني، يعني تماما، فكره الانكار، بقعد شويه في فكره الانكار، ان انا مش مصدقه ان الشخص اللي انا كنت واثقه فيه قوي ده بقى حد تاني. بعد شويه بيبقى فكره التقبل بقى، ان انت لازم ترضي وتقبلي ان دي تدابير ربنا، هو اختار لك الوضع ده علشان في حاجه احسن ليكي وللشخص التاني. يمكن كمان اكتر من المواقف الصعبه اللي انا عشتها فكره ان انا فقدت والدي في سن صغير قوي، يعني كل ما تفكري ان انت عايزه سنده او قوه من ابوكي مش موجود، سنده او قوه او مشوره من اخوكي مفيش، فطول الوقت كنت بحس بالضعف ده قوي. يمكن اللي خلاني طلعت من الحالة دي إن أنا بقيت أم ليوسف، فحسيت إن أنا لازم أبقى قوية قدامه طول الوقت، ضعفك بقى ده في أوضتك بقى بينك وبين نفسك، لكن لازم تبقي باينة قدامه إن أنت سند وقوة. ده اللي إداني قوة شوية في شخصيتي قدام ابني، يعني بعد سنين طويلة جدا. ربنا يخليه لك. ميرسي ليكي.